رحمة الله، اليوم كيف كتشوفوا غنشارك معكم الشهيوات اللي وجدت في عيد ميلاد ديال بنتي. يعني شهيوات بزاف كيوجدوا بسرعة، ما تياخدوش الوقت. كيف كتشوفوا التورتك جات زوينة بزاف، يعني بحال اللي تيتباعوا بطبيعة الحال. هنايا غادي نوجد معكم حتى كوكيز اللي بواحد المقادير بساط، وكيجيبني بصراحه، تيعجب الوليدات بزاف. انا بصراحه ما بقاش ليا يعني في النهار وكمل، يعني انا متاكده الا جربتو غيعجب وليداتكم. وغادي نشارك معكم الكاب كيك، يعني حتى هما جاو خفاف وجاو زوينين بزاف. بصراحه كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم بطبيعه الحال ما تبخلوش عليا باللايك، وكنقول الناس اللي مازال ما تشاركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وغنبداو على بركه الله. هنا كيف كتشوفوا غنبدا في المقادير وطريقه التحضير مباشره. هنايا خديت واحد 5 ديال البيضات بالنسبه للجينواز، هذو المقادير ديال الجينواز. خديت واحد 5 ديال البيضات كيف كتشوفوا. غادي نزيد عليهم واحد كاس، واحد الكيس ديال الفاني عفوا، وكاس الا ربع ديال السكر سنيده. نحاولوا ما نكثروش الحلاوه. بالنسبه للناس اللي كيبغوا الحلاوه يديروا كاس كامل. هنا كيف كتشوفوا طلعت البيض مزيان، حتى عاد على هذا الشكل، هذا ثقيل واللون ديالو عاد بحال الاصفر فاتح. وهنايا عندي كاس الا ربع ديال الدقيق. هنايا حيت غادي نستعمل مازال كاكاو، هذاك الشيء علاش درت كاس الا ربع. بالنسبه للناس اللي بغاو الجينواز تكون بيضاء ومن المغرب الفاني، يديروا كاس ديال الدقيق الابيض. هنا كيف كتشوفوا وضعت نصف الكميه ديال الدقيق، غربلتها وكندخل الدقيق بهذه الطريقه هذه بالتدريج باش ما يطيحش ليا البيض. كنخدم غير بشويه، غير انا مسرعه الفيديو كيبان لكم هذاك الشيء غادي بسرعه. هنا وضعت نصف الكميه الثانيه ديال الدقيق. غادي نوضع راس ملعقه ديال الخميره الحلويات، يعني ما نكثروش بزاف. وغادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، بالاحسن يكون الماركه ديالو زوينه باش يعطينا اللون بزاف في الجينواز. صافي، هنا كيف كتشوفوا غادي نغربل هذه المكونات بهذه الطريقه هذه، وغادي نحاول انني ندخلها حتى هي في هذاك البيض. صافي، طريقه عاديه. كان انا شحال من مره وانا كنشارك معكم الجينواز، يعني شحال من خطره. صافي، هنا كيف كتشوفوا غنبقى نحرك بهذه الطريقه هذه باش ما نطيحش البيض. الا طاح البيض في الجينواز ديالكم ما غاديش تنجح لكم وما غاديش تطلع لكم مزيان. صافي، هنايا غادي نجيب واحد المول اللي غلبتو، ضروري خاصكم تغلفوه بابي كويسون. وصافي، غادي نفرغ فيه هذا الخليط وغادي ندخلها للفرن على درجه حراره 180 درجه. ما تتبغيش تطيب بزاف حيت فيها الشوكولا. صافي، غادي نخليها وغادي ندوز مباشره باش نقاد الكاب كيك ديالي، غير ما تغفلوش عليها، ما تتبغيش طيب بزاف. هنا في نفس المول كيف كتشوفوا راه ما غسلت ما والو، غادي نضيف واحد 2 حبات ديال البيض، هذا بالنسبه للكاب كيك. وغادي نضيف ساشي ديال الفاني. الا كانت عندكم الفانيلا سائله غيكون حسن. هنا كاس الا ربع ديال السكر سنيده. كيف كنقول ما تكثروش الحلاوه بزاف. صافي، هنا من بعد ما طربتهم حتى نسجم ليا هذاك البيض مع هذاك السكر، وضعت واحد القبيسه ديال الملح، وهنايا نصف كاس ديال الزيت. وغادي نخلط واحد شويه غير بين ما نسجم ليا هذاك الزيت مع البيض. وغادي نضيف واحد نصف كاس ديال الحليب. صافي، كيف كتشوفوا المقادير راه بساط ومتوفرين في كاع البيوت. هنايا كيف كتشوفوا غادي نوضع واحد كاس ديال الدقيق، معاه واحد كيس ديال الخميره الحلويات من وزن 15 غرام. بالنسبه للناس اللي في المغرب يستعملوا 2 ديال الخمارات من وزن 8 غرام. صافي، هنايا كيف كتشوفوا كنغربل وغادي نخلط هذاك الشيء مزيان كيف كتشوفوا. وغادي نضيف مازال واحد الكاس ثاني ديال الدقيق، وغادي نضيف نصف كاس ديال النشا. النشا كتخليهم يجيو خفاف ويجيو هشاش بزاف، صراحه كيجيو بنان.
صافي هنايا كيف كتشوف كنغرب الكميه الثانيه وغادي نخلطها صافي، وغادي نخلطها مزيان، غتشوف القوام كيفاش كيجي، ما غاديش يجي سايح بزاف بحال الكيك وماشي تقيل في نفس الوقت. وصافي هنايا كيف كتشوفوا هذا هو القوام المطلوب. صافي غادي نغطي غنخليه في المول، غادي نغطي غير بواحد الفيلم اليمونتير وغادي ندخلها الثلاجه ترتاح بمصيبة الكوكيز. هنا بالنسبه للكوكيز، بالنسبه للمقادير، هنا عندي 125 غرام، يعني نصف الكميه ديال الزبده، اي زبده عندكم ديال التوريق او الحيوانيه ماشي مشكل. وضعت عليها كاس الا ربع ديال السكر سنيده، غنحاول انني نخدم هذيك السنيده مع الزبده مزيان، انا ما بغاش تخدم لي بالفويل، درت سباتولا. صافي غنحاول انني نخدمها هكا مزيان حتى نحسو بالزبده دخلات فيها هذيك السنيده مزيان. وغادي نزيدو ربع كاس ديال الزيت، ما خصناش نكثروا الزيت بزاف حيت ديجا عندنا الزبده. صافي غادي نحاول حتى هي نخدمها مع هذيك الزيت مزيان، وغادي نزيد واحد الحبه ديال البيض. هنا بالنسبه للناس اللي بغاو كميه اكثر كيضاعفوا المقادير في اي حاجه، يعني حتى في الكب كيك، حتى في الكوكيز. احنا حيت تقلال في الدار ما كاينينش حنا بزاف، داكشي علاش درت غير هذه الكميه. وبصراحه ما بقاتش يعني قلت كنا يعني دوبلت المقادير باش يبقى ليهم على حسب المدرسه وعلى حسب الكوتي. صافي هنا كيف كتشوفوا من بعد ما دخلت هذيك البيضه في مع الكيس ديال الفاني بطبيعه الحال مع هذيك الزبده، صافي غادي نضيفوا واحد جوج كيسان كيف كتشوفوا ديال الدقيق، غادي نخدمهم مزيان حتى يشرب هذاك الدقيق، يشرب ليا هذيك الزبده ولا هذيك الزبده هي اللي تشرب الدقيق. وغادي نضيف مازال واحد نصف كاس ديال الدقيق مازال، يعني جوج في المجموع جوج كيسان ونص ديال الدقيق. هنا كنت نسيت الخماره ولكن تفكرتها في اخر لحظه، غادي نديرها في الاخر ان شاء الله. هنا كيف كتشوفوا صافي غادي نخدم هذيك الدقيق مزيان، وصافي غادي نجيب الشوكولا حبيبات على هذا الشكل. هذا يمكن لكم تضيفوا الكميه اللي بغيتوا، انا بقات عندي غير هذه الكميه، يعني غادي ندير وغادي نخلي منها واحد شويه باش نزين به الكوكيز. وصافي هنا من بعد ما خلطت كل شيء عاد باش غادي نضيف الخميره، يعني بالنسبه للخميره بطبيعه الحال غديروها قبل من الشوكولا، 7 غرام او 8 غرام، يعني واحد الخنيشه ديال الخميره كافيه. انا هنايا حيت عندي هذه فيها 15 غرام دونك استعملت النصف ديالها. وصافي غادي نحاول انني ندخلها في داك العجين مزيان، وغادي نجيب واحد لاطه ديال الفرن اللي مغلفه بالبابي كويسون، وغادي نبدا نشكل في الكره ديالي. غير هي في المرحله اللي غادي توضعوا، يعني الناس اللي بغاو يعجنوا بايديهم كوكيز ماشي مشكل، غير هي ملي تبداو تحطوا في الشوكولا حاولوا انكم ما تستعملوش ايديكم حيت كيسخن هذاك الشوكولات وكيخسر هذاك الشكل ولا اللون ديال الكوكيز. صافي هنا كيف كتشوفوا كنبدا غير قاد كنهز بمعلقه باش نحاول انني ناخذ نفس القياس وتنحط، يعني غير كنبسطو غير شويه حيت هو مازال غادي يدخل الفرن وغادي يتبسط غير بوحدو، غادي يضيع غير بوحدو، غير نحاول انني نبعد ما بين الحبه والحبه باش ما يتلاصقوش. صافي غادي نستمر على هذه الكيفيه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي، وغادي نزينها من الفوق بالشوكولا. هنا كيف كتشوفوا خديت هذوك الشوكولا وغنبدا نحطهم هكا وانا تنغرسهم غير شويه باش يلصقوا ليا في الحبات ديال الحلوى. صافي وحتى هي غادي ندخلها هنايا، راه حيدت الجينواز كان ديجا طابت، حتى هي غادي الكوكيز تاعها غادي يطيب على 180 درجه، غير غادي يتحمر من التحت ويتحمر من الفوق. بالنسبه للفران انا مشعلاه يعني الفوق لتحت، ماشي مشعله لتحت حتى يطيب، والفوق يعني كيطيب ليا في دقه واحده. صافي وغادي نحيدو. وهنايا
مني طيبت الكوكيز غادي نجيب الكاب كيك، العجين ديال الكاب كيك سوا غادي نديرو في القوالب ديالو، وغادي غادي ندخلو تا هو على 180 درجه من التحت حتى كيتنفخ وتيطيب مزيان وتنحمرو شويه من الفوق صافي. وغادي يعني كنخرجوه. بالنسبه للكاب كيك الا بغيتو تحشوه بالشوكولا او لا ديروا كونفيتور او لا تذوقوه من الفوق باللوز افيلي او لا شي حاجه فلكم الاختيار صافي. هنايا من بعد ما طيبت كل شيء خليت الجينواز ديالي ترتاح، خصها تبات ليله كامله او لا لما كانش عندكم الوقت على الاقل تخلوها واحد جوج سوايع. هنا عندي واحد 500 مليلتر ديال الكريمه، انا استعملت هذه النوعيه، هذه تقدروا تستعملوا اي نوعيه، هذه ديجا فيها السكر. غادي نكب كيف قلت 500 مليلتر يعني نصف لتر ديال الكريمه، غادي نكبها في البول ديال العجينه، وغادي نجيب واحد ماسكاربون، الجبن ديال الماسكاربون هنا استعملت 250 غرام. الدور ديالو هنايا هو اللي غادي يخلي لي الكريمه واقفه وشاده مزيان بصراحه وكتجي بنينه بزاف. بالنسبه للماسكاربون كيف كنعرفوا راه جبن ما فيهش الحلاوه، غادي نضيف واحد جوج معالق هكاك ديال السكر سنيده، الحلاوه بطبيعه الحال كتبقى على حسب الذوق، انا راه درت جوج معالق ومع ذلك راه جاتني حلوه بزاف. دونك نتوما لكم الاختيار، الا كانت الكريمه بطبيعه الحال ما فيهاش سكر غادي تزيدوا النسبه ديال السكر مازال صافي. هنايا غادي نضيفها نديها تخلط مزيان وتطلع. هنا من بعد ما طلعت لي الكريمه هنايا الجينواز كيف كتشوفوا حيدته من المول وقطعتها على جوج. هنا عندي واحد كاس ديال الحليب، غادي نجيب هاد الشوكولا ديال نيسكويك او لاي شوكولا حلو عندكم، غادي نضيف تقريبا واحد جوج ديال المعالق وغادي نخلطهم مزيان. هذا هو المحلول اللي غادي نسقي به الجينواز ديالي حيت مديراها بالشوكولا، دونك انا اختاريت نسقيها بالحليب بالشوكولا صافي. هنا غادي نجيبو الطبقه الاولى غادي نحطها في البابي ديال الكادو اللي غادي نسر بها فيه. هنايا صافي غادي نبدا نسقي في الطبقه الاولى كيف كتشوفوا، يعني الطريقه والفيديو راه واضح وشارح نفسه بنفسه صافي. من هنايا من بعد ما غادي نسقيها مزيان، قد ما سقينا الجينواز قد ما كتجينا التورته هشيشه وزوينه وما ناشفاش. هنا كيف كتشوفوا شوفوا الكريمه كيفاش جات، راها عاقده واقفه مزيان صراحه وجات بنينه مع هذاك الماسكاربون صافي. هنايا كيف كتشوفوا غادي نضيف واحد الطبقه تكون مهمه ديال الكريمه، غادي نحاول انني نقاد الوجه مزيان صافي. وعاد باش غادي نضيفوا الطبقه الثانيه ديال لا جينواز. هنايا كيف كتشوفوا خصك يعني نحاولوا اننا نغطيو الكيك مزيان ما يبقاش يبان لينا. هنا في هذه المرحله اللي بغى يدير شي حاجه الشوكولات من هنايا اولا شي مكسرات اولا اي حاجه بغيتو شي حاجه مقرمشه ديروها هنايا ماشي مشكل. دونك انا اكتفيت غير بالكريمه صافي. وهنايا ضفت الطبقه الثانيه وحتى هي غنسقيها بنفس الطريقه، غادي نحاول انا نسقيها مزيان وصافي. وغادي نغطيها بالكريمه كامله، غادي يعني نحاول انني نقاد الوجه واخا يبقاو لكم شوائب كيف غتشوفوا هنايا غيبقاو ليا شوائب، ولكن حيت هذيك البلاك سوكر اللي غادي نديرو من الفوق هي اللي غادي تدرك لينا العيب وغادي تفيني لينا الحلوه مزيان صافي. غادي نستمر على هذه الكيفيه هذه، غادي نبقى حتى نكمل تنكمل الكريمه اللي عندي اولا نغطي التورته اللي عندي كامله، وغادي نتلاقاو باش نشوفوا التتبيل.
وهنا كيف كتشوفوا من بعد ما غطيت الحلوة كاملة، هنايا غادي نجيب لا فيرميسيل ديال الشوكولا. تقدروا ديروا هنايا اي حاجة، تقدروا ديروا كاكاو كونكاسي ولا اللوز كونكاسي ولا اللي بغيتو. انايا درت لا فيرميسيل ديال الشوكولا حيت جينواز دايرها بالشوكولا. صافي، وهنا غادي نجيب هذيك بلاك سوكر، كتكون على هذا الشكل هذا، فيها كاع الرسومات اللي بغيتو. انا يا بنتي كتبغي هاد الرسوم هادو، واختاريت انني نديرهم ليها. تقدروا تلقاو اي حاجه وهم متوفرين في المحلات التجاريه الكبرى. صافي، كتحطيها غير كتحطيها تتلصق بوحدها. يمكن لكم تدهنوها من الفوق بالناباج الا بغيتوها تبقى تبري. انا كتفيت انني نحطها وصافي، ومن الجناب تنفينيو هكا بالكريمه في البوش. كنديروا هذيك الزواقه او اللي بغينا على حسب اللي بغيتو واللي كتعرفو، وكتجي على هذا الشكل هذا. بصراحه جات زوينه، لا في الشكل ولا في المذاق. صافي، هنايا عندنا الكاب كيك، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين صراحه. بحال هكا الناس اللي بغاو يوجدوهم هكا ويخليهم لوليداتهم للفطور او للكوتي او يديهم معاهم المدرسه. هنايا هذيك الكريمه اللي بقات ليا غادي ناخذ غير واحد الكميه، حنا ما كاينينش بزاف، كاين غير انا والزوج ديالي وبناتي بزوج صغار، دونك غادي ندير غير ربع ديال الحبات حيت كنعرفوا الحاجه اللي بقات فيها الكريمه وداكشي تقدر تخسر. اما الحبات الثانيين صافي خليتهم هكاك باش الا شاطو يبقاو ليا لوليداتي للمدرسه. وهكا هنايا صافي خديت جبت غير هاد الحبيبات ديال السكر او الحلوى. صافي، وزينت بهم. تقدروا تزينوهم باي حاجه بغيتو، لا صوصو شوكولا ولا صوصو كراميل اللي بغيتو. انا اكتفيت غير بهادو. صافي صافي، تيجيو على هذا الشكل، كيجيو زوينين صراحه، لا في المذاق ولا في الشوفه. بالنسبه للناس اللي كان عندهم عيد الميلاد بزاف والناس بزاف، دونك غادي يزيدوا الكميه. وهذا هو كوكيز كيجي على هذا الشكل هذا. وهذه هي الطابله يعني المتواضعه جدا، حيت كاينه غير انا وراجلي وبناتي، دونك كتفينا غير بهذا القدر هذا. كنتمنى ان الافكار تنال الاعجاب ديالكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي بارطاج، والى الملتقى ان شاء الله مع شي وجديده.